وأول سؤال عندنا من الأستاذة عزة من الإسكندرية. أستاذة عزة، ألو. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ نعم الحمد لله. الحمد لله. أنا عندي استفسار بس، معلش مش بخصوص الحلقة بتاعت النهاردة، بس أنا عندي استفسار وعايزة حضرتك ترد عليا. اتفضلي. أنا جدتي وأم أمي عملت تنازل للبيت اللي احنا عايشين فيه كله لخالتي، مع إن البيت ده ورثة، اللي بيورث فيه المفروض أمي وخالتي لأن هم مفيش غيرهم. جدي الله يرحمه قبل ما يتوفى كتب البيت لجدتي علشان خاطر مفيش حد يورث معاهم وإن ده شقاهم وكده يعني. فجدتي كانت على خلاف مع والدتي بسبب خالتي، وكانت عايشة مع خالتي بحكم إن جوز خالتي على طول مسافر وإن هي كانت قاعدة معاها وإحنا مع بعض في نفس عمارة يعني. طيب. وبعد كده تصالحوا مع بعض، وكانت طالعة وداخلة علينا وبتاكل وتشرب ونايمة معانا والدنيا كويسة خالص، مفيش أي خلاف ما بيننا. وفناء التوقيت اللي هي طالعة وداخلة فيه ده اتفاجئنا ان في ورقة جاية من المحكمة ان عندهم جلسة تصحيح توقيع ان هم يوقعوا ان هي تنازلت بالبيت او هي كتبته او هي يعني باعته، معرفش المسمى ايه يعني، بس ان صحة يعني توقيع يعني عمل إن طلبت منهم يعني صحة توقيع. صحة توقيع ده بعد وفاة جدتك؟ لا، جدتي عايشة. طب صحة التوقيع عشان ايه؟ علشان يبين ان هي باعت في حياة عينها وان ده مش تزوير. يعني كانت جدتك وهي موجودة طلبت منه من اخوة جدتي من... موجودة لحد دلوقتي ما شاء الله، وهي عملت تنازل للبيت لخالتي مع ان البيت ده المفروض تورث فيه امي، وادت كل الذهب بتاعها تورث مين يا فندم؟ وعيال خالتي تورث مين يا استاذ عزة؟ تورث مين؟ امي عايزة حقها الشرعي في البيت. استاذ عزة تورث مين؟ نعم، المفروض مامتك تورث مين؟ تورث في الحق الشرعي اللي هو جدي كتبه كل لجدتي. يعني انت مش الكلام دلوقتي على ان جدتك، اسمعيني بس عشان في مسألتين، الكلام مش ان جدتك هي اللي اعطت الميراث كله لخالتك. أيوة. لكن هي المسألة ان جدتك دلوقتي بتعمل صحة توقيع ليها هي عشان تقدر تنقل الملكية لخالتك، صح كده؟ بالظبط كده. طيب سؤال حضرتك بقى، هو اللي عمله جدك ده كان حلال ولا حرام؟ هقول لحضرتك عليه ده. لا، هو جدي ملهوش دعوة. مش جدك كتب البيت لجدتك؟ جدي كتب البيت لجدتي علشان خاطر لما كان هو تعبان وعنده جلطة، فقال لو توفى ما هيحدش من اخواته يورث معاهم لان ما فيش غير الورثة غير امي وخالتي وجدتي، فما فيش فيهم راجل يعني يقدر يورث جدي. فطبعا لما طالما ما فيش شاب طيب يبقى حد منهم هيورث. جدك لما كتب الكلام ده وثقه؟ وثق الكتابة دي لجدتك؟ وثقها فعلا. طيب. وبعد كده النهارده كان عندهم جلسه مساحه التوقيع اللي بقول لحضرتك عليها. احنا بس عايزين نعرف يعني هل اللي بتعمله جدتي ده صح غلط؟ هجاوب عليك يا استاذ عز. تطالب بحقها ولا ما تطالبش؟ اجاوب حضرتك يا استاذ عز. اجاوب حضرتك. اولا لازم نلتفت الى حاجه مهمه جدا جدا في الفتاوى، لما تكون المساله معروضه في القضاء لازم نعرف ان القضاء ده قاضي المسلمين، وان هو عنده قدرات يستطيع ان هو يجمع بيها الادله ويستطيع ان هو يتحقق، وده شيء مهم جدا جدا جدا. اما وانك انت بتسأليني عن الديانه مش عن القضاء، بتسأليني عن الديانه، اللي بتعمله جدتك ده صح ولا غلط؟ اللي بتعمله جدتك ده صح، لان جدك ملك ووهب هذا البيت لجدتك ووهبها هبه صحيحه. اما مساله ان حضرتك بتقولي ده عشان ما يخليش اخواته، لا، ده هو بالظبط كده، انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم على يتكففون الناس. ده هو كده حاول يامن جدتك، ولذلك دوت ما فيهوش اي حاجه. واللي بتعمله جدتك ده من ان هي تثبت حقها اللي ادهولها جدك، فدوت ما فيهوش اي شيء، وده جائز، وهي ليست آثمه، وما نحاولش وهي كبيره السن هكذا ان احنا نحاول نخليها تتوسوس او نخليها تأنب ضميرها. لا، هي اللي حصل ان هي تملكت هذا المال ملكا صحيحا من تنازل جدك ليها، فهي مالكه البيت دوت ملك صحيح وتتصرف فيه كيفما شاءت.